فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، قال: وأما القياس على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وجهان، ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ قلت: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به، مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه، ولم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه. قال: وجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناه، وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. قال: والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه. طب هذه المسألة مسألة جميلة، الشافعي يبين فيها مسألة تفصيلية وتقايدية على مسألة القياس. هو يقول للسائل الذي ينكر، فهو بينكر يقول: تارة تقولون نقيس، وتارة تقولون لا نقيس، وتارة السنن تعملون، تارة لا تعملون. وبينا الإجابة على ذلك، وبينا أنه يرجع إلى المختص. لكن في مسألة القياس، فالقياس أصلا مدرك من مدارك الأحكام، وإن كان الشافعي يراه كالمضطر للميت، كالمضطر للميت، فيجعل القياس هنا على النص في مجال. ما الاثنين بقى واحد الصيام، لا تسأل عن أحد في هذا الباب. كالميت للمضطر، كالميت للمضطر، مطعم المضطر الميت، يعني الميت هتاكله، يعني ما فوق. يا عم القلب المكاني موجود في اللغة العربية، القلب المكاني في اللغة العربية موجود يا أستاذ أشرف، ولا أنت شايفه إيه؟ أرانب 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 أنارب مرسح مسرح، مش في القلب المكاني موجود؟ وخطأ برضه، مش حاجة صحيحة. لا بس لغة معتمدة. في أنرب في اللغة يعني فصل. آه نعم. سفر فصل. آه بيأتي بيها. بيسموها قلب المكاني، الغرض ده المقصود. فقال بالقياس، ثم قال: هذه ترجع على أصول ووجوه. اسمها المعرب الدخيل. الوجوه، ماشي، الوجوه في هذا الباب. الوجه الأول هو يقول في مسألة القياس، عندما يقول تقيسون ولا تقيسون، نعم هم يقيسون على ما كان المعنى موجود دون التعميم، ويقيسون يقيسون ما كان النص كما كان في معنى النص، ويتركون ما لم يكن في معنى النص. والمسألة أشكلت عليهم أنه قد يكون بالجملة في الحكم الحل، يعني الأصل الحل، ثم تأتي أدلة تستثني من هذا من هذه القاعدة الكلية، من الأصل الكلي المجمل. الشافعي بين ذلك، فيكون هنا كأن تقول: والأصل في الأطعمة الحل، أو الأصل في الألبسة الحل، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم يأتي الحديث ويقول: الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على، يستثني يعني. فهو بيقول في هذا الباب إذا جاء الدليل على الاستثناء يوقف عنده، وهل يقاس أو لا يقاس؟ التأصيل العام أنه لا يقاس عليه، لأنه هو استثني من إيش؟ من أصل كل، من أصل عام، من أصل عام، فلا يقاس. ودي القاعدة، والقاعدة هذه طبقها احنا فيها أكثر من شفية في هذا الباب: ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، فيقفون عند النص أو الأصل الحرمة ما دل الدليل على الحل. فنقول هنا جاءت الحرمة على الذهب والحرير وأواني الذهب والفضة، وجاءت أيضا على التحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. في هذا الباب يعتبر استثناءات من التأصيل العام، مع أنه الملكية لم يأخذ به لقول تعالى: قل لا أجد فيما هو حاليا محرما على طاعم يطعمه إلا يكون متى أدنى سوعا أو أحمق زين فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
فيقول الباقي كله على الحل، والنص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون الأصل الحرمة ويأتي الحل كالربا، حرم الله وحرم الله الربا، الأصل كله ربا حرام، سواء ربا فضل أو ربا نسية. وأبو عيون كحيلة مدير السيرك أراد أن يدخل على الناس على أن ربا الفضل إيه؟ ليس بحرام. انظروا إلى ابن عباس، أو مش يا سلفيين، ابن عباس يا سلفيين أنا شمتان فيكم. الشيخ ابن عثيمين قال جهل مركب، حتى مش فاهم الكلام. طب أنت ماذا تريد؟ تريد أن تقول للناس ربا الفضل حلال؟ لا سيب من هذا. نعم قال أوه، تأوه في ذلك. خذ الثاني هو بيعمل كده، قل له طب دلل لي أن البنوك تتعامل بيه بربا الفضل. لا بربا الفضل مش بربا نسيه، دلل لي على ذلك بأنها تعمل بربا الفضل. ده كل البنوك بتعمل بربا ايه؟ بربا النسيه. فالمسألة واحكة، وانت أردت أن تعمي على الناس بعيون كحيلة. فأنا أقول وحرم الله الربا، حل الله بيه وحرم الربا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الربا استثناءات، استثنى رخص في العرايا في 5 أواسق، والعرايا بيع التمر بإيش؟ بالثمر. والتمر بالثمر لا يجوز، أن الإنسان قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فقال لا لا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بإيش؟ بالتفاضل. فهذا مستثنى. فيكون هنا التأصيل العام أن نقول الأصل العام يعمل به كقاعدة كلية إلا ما دل الدليل على الاستثناء، والمستثنى لا يقاس عليه غيره، فما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. يعني ما تستعش تقول لي وفي ربا تاني ممكن إيه يقاس على العراية، ودي مشكلة كبيرة جدا. أنا أصلا حتى القياس مسألة المحظورات فيها محظور كبير. أما على المأمورات فالأمر أيسر، على تمكن العلة، تمكن إلا من ذلك. فلذلك نقول بأنه يبقى النص ويبقى المستثنى الاستثناء على النص وحده لا يقاس عليه غيره. أراد المصنف يقول بأن هذا الوجه الأول أو الوجه الثاني في مسألة التأصيل، ويأتي إن شاء الله التفصيل بعد ذلك في الدروس القادمة. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، جزاكم الله خير. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.